رجعنا والعود أحمد. طلعت الصورة؟ تمام، طالع دكتور. طيب، مثل ما قلت الزوم مرات شكله بشلف، على رأيكم. وصلنا في الحصة الماضية أعتقد إلى الفور فاريبل ماب، مظبوط؟ هلو دكتور هلو، معك دكتور. بقول وصلنا للفور فاريبل ماب، مش هيك؟ اللي كانوا معاي، مين كان معاي الحصة الماضية؟ صح دكتور. طيب نكمل من مطرح ما وقفنا إن شاء الله. اليوم ترى في عندكم كويز الساعة 7:30، عملناه على 7:30 عشان يكون صلاة المغرب منتهية وكل واحد براحته إن شاء الله يقدم الامتحان. فقلنا في الفور فاريبل ماب بدي ماب من 16 مربع، لأنه عدد المنتيرمز 2 قوى 4 بده يكون 16. برتب الفاريبلز يعني حسب عددهم 2 2 مثل ما احنا شايفين هون، وقلنا انه الترتيب اذا كان عندي فانكشن اوف دبليو اكس واي زد، ممكن اجي اخذ الدبليو اكس مثل ما هو ماخذ هون، وهذا يعني الاشهر اني احطهم هون واحط الواي زد من فوق، لكن هذا لا يمنع اني احط الدبليو اكس هون والواي زد هون، لكن ترتيب المنتيرز في الماب بتغير بنعكس، فبصير هذا العمود، هذا السطر بصير عمودي هيك، بصير الام 1 هون والام 3 والام 12 الى اخره. فبدك انتبه لهاي النقطة، انه انا مرات في الامتحانات ممكن ما اجيبش بنفس الترتيب، يعني دبليو اكس واي زد ممكن اجيب لك الماب معكوسة، حاط لك الدبليو اكس هون والواي زد هون، وبالتالي ترتيب المنتيرز بده يصير معكوس، يعني الأسطر هذه بتصير أعمدة. واضح يا شباب؟ واضح دكتور، ألو. واضح دكتور. طيب، وقلنا يعني نأخذ أمثلة عشان يكون الأمر أوضح. هذه مثال عندي هون the function of w x y z، وكما قلنا حطينا w x على اليسار والواي زد على اليمين، فالدبليو اكس تعتبر الدبليو هي الموست سيجنيفيكانت والزد هي الليست سيجنيفيكانت، فلما بقرا 0000 هذا الام 0، 0001 هذا الام 1، 00M11 هذا الام 3 اند سو اون، فهيك بصير المشي. اوكي، وبحط ارقام المين تيرمز على المربعات يعني بناء على الباينري باترن لكل مربع، 0100 هذا اربعه يكافئ اربعه بالعشرين، 1100 يكافئ 12 and so on. فثم باجي الى المنتيرز الموجوده في الاكسبريشن عندي هون وبنتقيها، وبحط ونز في كل مربع عندي فيه له منتيرم، هاي عندي الصفر بحطه هون، هاي الزيرو، هاي الون، هاي الفور، التو، الفايف، السكس، الايت، الناين، 12، 13 and 14. باقي ما تبقى بحط محله اصفار. واضح كيف عبينا الماب؟ تمام دكتور. ثم نبدأ بتجميعات، أكبر عدد ممكن أجمعه من الونز بحاول أحطه، بس لازم يكون عدد الونز باور أوف 2، إما 2 أو 4 أو 8، مش زوجي ديروا بالكم، باور أوف 2، 2 قوة 1، 2 قوة 2، 2 قوة 3، 2 قوة 4 أند سو أون، يعني يا اثنينات يا أربعات يا ست يا ثمانيات يا ستشات. فهنا بشوف إنه في عندي هذولا 8 متجاورات، شو بعطوني هذولا؟ واي برايم. واي برايم، واي برايم 100%، لانه الثمانيه هذول بيعطوني واي، معناته هذول بيعطوني واي برايم. باقي عندي خلينا بس نكبر شويه هذا، باقي عندي الاثنين هذول باخذهم مع الاثنين هذول، فقلنا تستطيع ان تعيد استخدام المنتيرز مره اخرى، اذا هذا شو راح يعطيني؟ يعطينا زد برايم دبليو برايم، دبليو برايم زد برايم، هذا دبليو برايم اول شيء لانه خارج الدبليو، هاي دبليو برايم زد برايم،
فهذا W برايم، وخارج الزد فهذا بيعطيني W برايم زد برايم. ثم بنيجي على الواحد اللي ظل عندي، ظل عندي هذا الواحد، فهذا بقدر أخذه أنا هيك مع الاثنين هذول تعطينا الحالي هاش، راح يعطينا زد برايم إكس زد برايم، راح يعطينا زد برايم إكس 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 زد برايم. إذن هاي الإكس زد برايم، وهاي الدبليو برايم زد برايم، وهذاك الواي برايم، وهيك بنكون بسطنا الفونكشن لأبسط سم اوف برودكت. هذا بسميه احنا سم اوف برودكت، لما بجمع الونز بسميه سم اوف برودكت. طيب سؤال الان، لو جمعت الزيروز انا ببسط ايش في الواقع؟ برودكت اوف سم، هاي الزيروز بتمثل لي ايش؟ كومبوننت، بتمثل لي الاف برايم الكومبلمنت. شو بتجميع هذول بنطيني؟ بعطينا واي زد. واي زد طيب، وظل عندي الصفر هذا نشمله مع اللي بجنبه، بعطينا واي. شو بصير عندي؟ واي اكس برايم. بده يعطيني دبليو دبليو واي اكس برايم واي. مزبوط مزبوط. طيب لو اجينا قلنا لك اعمل كومبلمنت للجهتين، بده يعطينا اف هسه، بده يرجع لاف. شو بس هذا بده يصير عندي؟ بده يصير واي واي برايم or زد زد برايم ended with W برايم or X or Y برايم. هذا الشكل بنسميه احنا product of sums. اذا انا الفانكشن ممكن اعبر عنه as sum of products بتجميع الونز، واذا بدي اعبر عنه as product of sum بجمع الزيروز بحصل على الكومبلمنت للفانكشن، وبعدين بعمل كومبلمنت للريزلت. يعني أنا هون حصلت على F prime as sum of product، هذا اللي هون sum of product F prime، إذا بتعمل له complement بتحصل على product of sum. فدائما إذا في عندك expression شكله sum of product وعملت له complement بصير product of sum النتيجة. والعكس يعني دكتور، أول شيء دكتور أول ما طلعناها F prime، هاي عبارة عن sum of product، لما عملنا ال prime صارت product of sum، وصارت بدل F prime F. فصار الآن الإكسبريشن الإف، الإف صار بالإمكان أكتبه على شكل إما sum of a product اللي هو الشكل الأول اللي شفناه هذا، أو Y prime or Z prime ended مع W prime or X or Y prime. وهذا الشكل بنسميه إحنا product of sums، والشكلين متكافئات، هذا وهذا نفس الشيء يا أخوان، بس هذول شكلين مختلفات في التطبيق. يعني أنا ممكن أبني الدائرة على شكل ORs وبعدين وراها AND، أو على شكل AND وراها OR. واضح؟ واضح دكتور. طيب لنأخذ الآن على شكل expression، أعطاني الفونكشن على شكل expression sum of products، لكن مش انسمبل بهايت فور، يعني شكل لكنه مش مبسط، وبدنا نبسطه. الان باجي بحاول انقل كما قلت في الحصه الماضيه، بدي انقل كل اكسبريشن من هون الى ما يكافئ من منترز في الماب. فاما باجي بقول هذا A برايم B برايم C برايم، يعني خارج ال A خارج ال B خارج ال C، معناته هذول هم الـ A prime B prime C prime. B prime C D prime يعني خارج الـ B، ممكن يكون هنا أو هون داخل C، وخارج الـ D، معناته هذول الاثنين مع بعضهم. إذن هذول مع بعضهم بعطونا الحد هذا. أنا هذا بنطيني مربع واحد لأنه فيه أربع لترلز، هذا اللي هو هون. فلاحظ أنه هذا already مشمول، يعني هذا الحد موجود هون already شمل وين؟ في الحد هذا. وهذا الشيء منطقي لأنه لو أخذت هذا عامل مشترك A prime B prime C prime، شو رح يظل عندك هنا؟ 1 or D prime، وإحنا بنعرف أنه 1 or anything is 1، فالنتيجة رح يطلع عندي A prime B prime C prime، يعني هذا الحد رح يطير. اوكي يا شباب،
فعشان هيك في التبسيط هذا الحد راح يطير. الحد الأخير A B prime C prime اللي هم الاثنين هذول. أوكي الآن بعد ما عرفنا ووضعنا المين تيرمز بدلالة الإكسبريشن هذه طريقة، وقلنا في عندي طريقة أخرى إني أمسك كل حد وأشوف مثلا A B prime C prime أجي أقول 1 0 0 ناقص عند الدي، الدي إما بتكون 0 أو 0 أما بتكون 1، فهذا بيمثل لي الـ M8 وهذا بيمثل لي الـ M9، فهذا هو فعلا الـ M8 وهذا الـ M9، وباجي بحطهم في الماب كوانز. واضح؟ واضح دكتور. طيب إذن التبسيط تبعنا راح يصير كالآتي، هذول مع هذول شو راح يعطوني؟ يعطونا سي سي برايم بي برايم سي برايم بي برايم سي برايم. طيب الآن ظل عندي الونز، الآن هذا الون وهذا الون وهذا الون وهذا الون ممكن نجمعهم مع بعض، هذول القرن بكون بي برايم دي برايم بي برايم دي برايم. طيب وظل عندي الواحد الأخير هذا نشمله مع الفوقي، هذا الواحد الأخير ما فيش أربعة أحطه معاه، ما فيش غير زميله اللي من فوق هون، فهذا بده يكون ثلاثة لترز، بعطينا ثلاثة لترز اللي هم A برايم C D برايم A برايم C D برايم. أوكي وهذا اللي طلع معانا هون هيو في الأخير الفانكشن هيو، ها عند البي برايم دي برايم بي برايم دي برايم، وهاي البي برايم سي برايم، والاي برايم سي دي برايم. واضح؟ واضح دكتور. حد عنده مشاكل لغاية الآن؟ إن شاء الله الأمور سهلة. طيب الله أكبر. نيجي الآن إلى الطريقة المثلى والطريقة المنهجية الصحيحة لتبسيط الفانكشن باستخدام ما يسمى البرايم امبليكانت والإسينشال برايم امبليكانت. هذا موضوع مهم جدا، أرجو أن تكونوا يعني عينيكم وأذانكم معاي بشكل 100% وما يعني ما تسرحوش. في الأول لازم نعرف شو يعني امبليكانت، شو يعني برايم امبليكانت، وشو يعني إسينشال برايم امبليكانت. هذول المصطلحات لازم نفهمها في الأول قبل ما نبلش شغلنا. طيب خلينا نرجع إلى الدائرة هذه، أوكي إلى الكيماب هذه السابقة. الآن ما المقصود بإمبليكانت؟ إمبليكانت أي نوع من التجميع لواحد أو اثنين أو أربعة أو ثمانية، فهذا بنسميه إحنا إمبليكانت، هذول الاثنين مع بعضهم اللي هم A prime, B prime, C prime. This is called an implicant. هذول الاثنين A prime, C, D prime برضو هذا is called implicant. لكن في فرق ما بين هذا الimplicant وما بين هذا الimplicant. هذا الimplicant اللي هو بنسميه prime implicant. السبب هذا is implicant but not the prime. ما المقصود بprime implicant؟ لاحظ معي إنه هذول الونز يمكن تجميعهم مع مجموعة أكبر، يصيروا ينحطوا مع هذولا يصيروا ضمن مجموعة من أربعة. إذا الimplicant اللي يمكن تجميعه في مجموعة أكبر لا يسمى prime implicant. أي مجموعة من الونز تبسيطها أو الحد تبعها لا يمكن تجميعه في مجموعة أكبر شو يسمى؟ يسمى prime implicant. مثل هذول هل ممكن أجمعهم مع مجموعة أكبر مع اثنين ثانيات؟ لا لا. إذن بدنا نفهم أول إشي شو يعني prime implicant. prime implicant أي تجميع لمجموعة من الونز لا يمكن تجميعها في مجموعة أكبر. القرن هذه
برضو برايم امبليكنت لانه لا يمكن تجميعها مع اربع اخرين. فالبي برايم دي برايم از ا برايم امبليكنت. البي برايم سي برايم از اولسو ا برايم امبليكنت. الاي برايم سي دي برايم از اولسو ا برايم امبليكنت. طيب هذا بالنسبه للبرايم امبليكنت. نعم دكتور، بس امتن امتن نعم بتكون برايم امبليكنت. امتن لحالها مش هي لحالها، هي والاربعه هذول ثلاثه يعني من على الدور المتصلات مع بعض. طبعا بنتكلم احنا عن تجميع، التجميع نفسه اللي بنسميه امبليكنت او مش امبليكنت. تمام، فهمت علي يا بني؟ تمام دكتور. اوكي طيب، هذولا في الواقع كلهم راح نشوف انهم هذولا من فصيله الاسينشال برايم امبليكنس. في عندنا برايم امبليكنس ما بتكون اسينشال. خلينا نشوف الامثله التالي لانه هذا المثال كل اللي فيه اسينشالز. خلينا نشوف امثله اخرى. لا اله الا الله. طيب خلينا ناخذ المثال هذا حتى نفهم الفكره كامله. نرجع الى مفهوم الامبليكنس والبرايم امبليكنس. خلينا نشوف قديش استوعبته من الحكي اللي حكيته قبل شوي. تجميع هذا عندي هنا، لاحظ الزيرو هيو، هذا الام زيرو، التو هيو، الثلاثي مش حاطه هون، هو حاطن هون. اوكي هسه بنقول لكم ليش، خليني احطن انا هون، بدي احطن هون علشان هاي الثلاثة والخمسة والسبعة الثمانية التسعة والعشرة الاحداش، وين الاحداش؟ هاي الاحداش، الثلاثاش والخمستاش، هذول هم المنتير تبعات الفانكشن. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداش. باقي ما تبقى بحط محله أصفار. الآن نيجي للتجميع، خلينا نشوف تجميع هذا. هذا تجميع بي هذا بي تجميع برايم. اللي هو بي برايم دي برايم. هذا برايم امبليكنت ولا لا؟ دور بي داخل البي. هذا برايم امبليكنت ولا لا؟ هذا بي بي دي برايم. لحظه شو هذا؟ بي بي دي. هذا بي دي، هذا برايم امبليكنت. ماشي الحال، هذا يعتبر برايم امبليكنت. الان خلينا ناخذ اللي على الزوايا هذول. هل يمكن تجميعهم في مجموعة أكبر؟ لا دكتور. ها؟ لا هذا برايم امبليكنت. اللي هو بي برايم، بي برايم، دي برايم. هذا برضو برايم امبليكنت. طيب. الآن نشوف هل في عندي برايم امبليكنت أخرى؟ يس في. نأخذ الأربعة هاي مع بعضهم. شو بعطوني هذول الأربعة مع بعضهم؟ تعطونا بي برايم. بي برايم. طيب الأربعة هذول شو بعطوني؟ تعطونا سي دي. سي دي. سي دي. طيب الأربعة هذول برضو برايم امبليكنت، شو بعطوني هذول؟ اي دي. اي دي. هل في عدة تجميع؟ هل في عدة تجميع أخرى؟ تفرجوا مين ها؟ مين منتبه الى تجميع لسه احنا حطيناهوش؟ خذ الاربعه هذول، هذول الاثنين مع هذول الاثنين، بصير ولا بصيرش؟ بصير. طب دكتور صح، بما انه انشمل دكتور، طب هسه بصير نشملهن مره ثانيه كونهن انشمل من اول مره؟ يا بني احنا قاعدين الان بنحدد شو هم اللي برايم امبليكنت. ماشي الحال؟ تمام دكتور. تمام الان بدنا نعرف احنا شو هن اللي برايم امبليكنت.
هسه بعد شوية ما راح نستخدمهم كلهم، راح نستخدم جزء منهم. هذولا كلهم شو اسمهم؟ اسمهم برايم امبليكانت، لأنه كل تجميع منهم لا يمكن تجميعه في مجموعة أكبر. أوكي؟ طيب الآن خلينا نطلع على بعض التجميع اللي راح تكون essentials. شو يعني essential prime applicant؟ اطلع لي على المنترم اللي هون، هل يمكن انه يشمل في اكثر من غير هذا؟ هل في شيء شامله غير هذا الحد؟ لا، بس الحد اللي بالنص، بس الحد اللي في النص. اذا بنقول عن الحد بي دي هذا انه ايش؟ انه essential، لانه هذا ضروري للمنترم M7. هذا بنقول عنه essential، لانه بدونه الام 7 او الام 5 بقدرش ابسطهم. مزبوط ولا لا؟ هذولا الام 5 والام 7 مش مشمولين الا بهذا الحد. اذا هذا الحد بالنسبه لهم essential، ضروري جدا يكون موجود بالتعبير عن الفانكشن. طيب خلينا نشوف الواحد اللي هون الام 0، هل ممكن اشمله في اي تبسيط غير القرنه؟ لا، بس الزوايا القرن، بس الزوايا. اذا الحد هذا البي برايم دي برايم is also essential. لكن تعالوا نشوف بقية الحدود. مثلا نأخذ الحد A B برايم اللي هو هذا الحد، نشمل بالزوايا. بنلاحظ انه جميع الونز اللي فيه مشمول بأكثر من طريقة. هذا الواحد مثلا مشمول هيك ومشمول هيك، هذا الواحد مشمول هيك ومشمول هيك ومشمول هيك. اذا بالنسبة للونز اللي هون، هذا الحد اللي هو A B prime is not essential، لأنه كل واحد منهم مشمول بطريقة أخرى. واضح شو معنى essential؟ دكتور واضح دكتور. طيب إذا بقية الحدود هذه كلها اللي من هون، هذولا اللي هو A B prime، هذولا كلهم خلينا نمسحها لأنها قطعت على هذيك، هذولا كلهم بنقول عنهم non essentials، هم prime implicants لكنهم not essentials. طيب ايش بيفيدنا هذا الكلام؟ بيفيدنا كالآتي: الفانكشن تبعي لما بدي اعبر عنه لابد ان اشمل جميع الاسينشلز. اذا الفانكشن تبعي لابد يشمل البي دي ولابد يشمل البي برايم دي برايم. الان اذا شملت هذولا باجي بقول اوكي، اذا شملت هذولا انا غطيت 8 من المنتيرمز، 4 بالقرن والأربعة اللي بالوسط. شو ظل عندي لسه مش مغطى؟ ظل عندي 3 اللي هم هذا M3 وهذا وهذا. الآن أختار مما تبقى أقل عدد ممكن بحيث أشمل الثلاثة هذول. مثلا ممكن أجي أختار التبسيط هذا عشان أشمل المنترم هذا والمنترم هذا مع بعضهم. فإذا أخذت التبسيط هذا اللي هو B prime C، إذا ممكن أحط أنا هنا B prime C، هذا بكون شمل لي الواحد اللي هون والواحد اللي هون. شو ظل عندي لسه مش مشمول؟ هذا، هذا اللي ظل مش مشمول ممكن أحطه إما بالطريقة هاي وإما بالطريقة هاي، بختار واحدة منهن. فخلينا نأخذ مثلا الطريقة هذه. الطريقة هذه بتقول لي AD، إذا هذا أحد الحلول، هذا حل. الآن هاي الأربع حدود الآن تشمل جميع المنتيرمز، مزبوط ولا لأ؟ مزبوط دكتور. هذا أحد الحلول. حل آخر إني أجي أشوف هذا أخليه زي ما هو اللي هو بي برايم سي، طبعا هذولا موجودين يعني الاسينشال موجودين، وبدل ما احط الاي دي احط الاي بي برايم. الاي بي برايم ايضا يشمل هذا الواحد اللي هون، فانا هيك بكون شملت الواحد هذا بطريقتين، اما الطريقه هذه واما الطريقه هذه، وكنت مثبت البي سي برايم، البي برايم سي عفوا، كنت مثبت البي برايم سي. الآن ممكن أرجع مرة ثانية، هاي الاسينشلز قلنا
وظل عندي الونز اللي هون واللي هون. فقلنا كان أحد الحلول إني أضيفهم هيك، أضيف هذا الجزء وهذا الجزء وأضيف هيك، هذا حل. وإما بدل ما أضيف هيك أجي أضيف هيك، فقلنا إنه الفونكشن تبعي له في الواقع أربع حلول. أولا جميع الحلول فيها الحدين بي دي وبي برايم دي برايم، أو إما بقول بي برايم سي أور أي دي، هذا أحد الحلول، أو بقول بي دي أور بي برايم دي برايم أور بي برايم سي، وبدل الـ AD أجي أخذ AB prime، هذا حل ثاني. وإما الحل اللي بدل ما أخذ الأربعة هذول، خليني أمسحهم، أجي أقول لا أنا بدي أخذهم، بدي الواحدين هذولا أشملهم بالطريقة هاي، هاي الطريقة اللي هي CD. الآن شملت من هون، برجع مرة ثانية، الواحد هذا فيه له طريقتين، إما هيك وإما هيك، فبكون معاي OR AD أو CD OR AB prime. إذن صار في عندي أربع حلول لنفس الفانكشن، كلها بنفس القوة، كلها بنفس قوة التبسيط، لكن جميعها حلول يعني مختلفة، لكنها بتعطيني نفس التروث تيبل، بتعطيني نفس المنتيرمز. إذن في اللوجيك مش شرط يكون الفانكشن وحيد، مش شرط أن يكون يونيك ملهوش إلا حل واحد، لا، ممكن يكون الفانكشن له عدة حلول. إذا كان في عندي نون إسينشال برايم إمبليكانس، على الأغلب بيكون في عنده أكثر من حل، لكن في بعض الأحيان مثل المسألة اللي شفناها قبل شوية، المسألة اللي شفناها في المثال السابق، هنا في الواقع كانوا كلهم essentials، ما كان في عندي non-essential، هذا essential لأن هذول فيش لهم تجميع آخر وكلهم لهم مش غير الطريقة هاي، هذول essentials والقرن هذول كمان essentials. كيف بعرف؟ بتطلع وين ما في عندي واحد لا يشمل إلا بطريقة واحدة، فهذا بالنسبة لنا essential. أوكي؟ طبعا إحنا نسيب دكتور صح، هسا البرايم هون شملت الإسينشال؟ أي برايم؟ هسا بشكل عام طلع علي. انتبه علي، انتبه علي، هذا الواحد في له طريقة غير القرن؟ لا بس الزوايا. إذن الحد اللي هو بي برايم دي برايم essential، مظبوط ولا لأ؟ اه مزبوط، وبنقدر نحتبله برايم صح دكتور. الواحد اللي هون، الواحد اللي هون في له طريقه غير ان احطه مع الاربعه هذول؟ لا بس هذول الاربعه. اذا بي برايم سي برايم از اولسو اسينشال. الان هذا الواحد اللي هون هل في طريقه اشمل غير هيك؟ لا بس هاي. اذا اللي هو اي برايم سي دي برايم. إذن هذا الحل في الواقع ما فيش غيرنا غير حل واحد، ما إلنا ما عندنا حلول أخرى، لأنه جميع الحدود جميع البرايم إمبليكانس آر إسينشلز. يعني هن نفسهم، هم نفسهم لازم يكونوا موجودين بالفانكشن، وبالتالي وبيغطوا جميع المنتيرز. تمام. وبالتالي الفانكشن هنا وحيد، ما في عندي غير هذا التبسيط. لكن تمام. إذا وجد مع الإسينشل نون إسينشلز بصير في عندي أكثر من حل المسألة. أوكي؟ تمام. وضحت الفكرة يا شباب؟ وضحت دكتور. طيب. أوكي. الآن نيجي إلى الفايف باريبل مابس. في الواقع بالفايف باريبل مابس خليني أعمل
ستوب شير في الأول، بدي أعمل شير للوايت بورد. ممكن أجي أنا أعمل ماب لما يكون عندي 5 variables n تساوي 5، 2 قوي 5 يعني 32 مربع، أجي أعمل 4 ب 8 ممكن 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا سوري يعني مش ضابطة معي التلوين على كله، لكن هذا في الواقع عشان تعبيها وتيجي تقول مثلا في عندي W مثلا لو فرضنا function A B C D and E تيجي تقول وحط ال A B هون وحط ال C D E هون واجي أشتغل على gray code هون 0 1 1 1 1 0 في الواقع راح تلاقي مثلا بجوز تلاقي كالآتي، تلاقي مثلا هذا وهذا هذول الثمانية بيمثلوا لي one variable، اللي بالنص الثمانية بالنص بيمثلوا لي variable آخر and so on. العملية بتصير معقد شوية. قال لك ليش هتعمل هيك؟ انت اذا في عندك 32 مربع او 64 مربع الى اخره قسمهم على 2 maps، اعمل عندك 2 مابس كل ماب 4 ب 4. طيب كيف بصير هذا الحكي؟ طيب خلينا نشوف ليش بصير هذا الحكي. اجي اقول لك كالآتي، انت افرض في عندك 3 متغيرات 5 عفوا A B C D and E، وجد قلت لك حط لي احتمالاتهم، بتقول لي هذول لهم 32 احتمال، راح تبلش احتمالاتهم من عند 0 0 0 0 0 وبتظلها مستمره لعند 0 1 1 1 1 ها بيكون في عندي 16 احتمال، وبعدين ال A بتصير 1 وبلش مره ثانيه 0 0 0 ولغايه 1 1 1 1 1 هذا في الواقع بمثل لي الام 0 ولغايه الام 15، ومن هون ببلش من الام 16 ولغايه الام 31 مزبوط؟ اه مزبوط دكتور. طيب قال لك ايش تساوي؟ قال لك حط هذولا في اول ماب وحط الباقيات في الماب الثاني، لكن اعمل الماب بدلاله الاربع متغيرات السفليه اللي هم البي سي دي اي، هذول اذا بتطلع عليهم بروحوا من صفر ولغايه 15، فانت قال لك اعمل بي سي دي اي بي سي دي اي، واعمل هنا ايضا بي سي دي اي، لكن ثبت الاي الاي ثبتها في المربعات الاولى على صفر، فهنا الاي ثابته على زيرو، الاي ثابته على زيرو في المجموعه الاولى مزبوط. هلو اه مزبوط دكتور. الاي ثابته على زيرو في المجموعه الاولى وثابته على واحد في المجموعه الثانيه. اوكي تمام. قال لك خذ هذولا المين تيرمز ووزعهم بحيث انه هون راح يكون عندك مثلا الام 0 ام 1 ام 3 ام 2 لغايه ما تصل لعند الام 12 13 15 14، خلينا نحط 4 5 7 6 8 9 11 10، هذول المين تيرمز الاولانيات، والثانيات بروحوا من عند 16، لاحظ 16 راح يجي فوق 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. لاحظ ما يلي انه كل مربع موجود هون المربع المقابل له بزيد عنه ب 16. لاحظ انه 23 هاي تقابل السبعة، 23 عبارة عن 7 زائد 16. إذن الأمور إن شاء الله ما هي صعبة، إذا عرفت تعبي الأولى الثاني بس زيد 16، يعني هاي الصفر 1 3 الاثنين، لاحظ الصفر صار 16، هاي 17 18 19 الآخر. ثم بتيجي على المنتيرمز اللي عندك، عند الفونكشن of A B C D and E بكون مجموعة من المنتيرمز، مثلا قال لك 0 1 4 5 7 10 وبعدين قال لك 16 18 22 29. يجي على الأرقام ولغاية أقل من 15 أو يساوي 15 بتحطهم في المربعات الأولى، واللي فوق ال 15 بتحطهم ولغايه ال 9 ولغايه ال 31 بتحطهم في الماب الثاني. ثم بتطلع تبسيط بدلاله البي سي دي اي، بدلاله البي سي دي اي، وبتطلع تبسيط هون بدلاله البي سي دي اي. ثم تعمل كالاتي، اللي الاي في ثابته على الزيرو بتعمل للتبسيط تبعه اندنج مع اي برايم، واللي الاي ثابته فيه على الواحد بتعمل له اندنج مع الاي، وبعدها بتعمل OR للمجموعتين، ثم بتفكفك الأقواس وبطلع عندك الفونكشن. إذا في عندك حدود متكررة بتلغيها. وضحت الطريقة؟ وضحت دكتور. إذن المنتيرز بنقسمهم إلى مجموعتين، مجموعة بنحطها في ماب أولى من M0 لغاية M15، والمجموعة الثانية من M16 ل M31، وبعدين بنبسط بدلالة Low Significant Bits اللي هم الأربعة الأولانيين، والتبسيط اللي بيطلع من الماب الأولى بنعمل له أندنج مع الأي برايم لأنها الأي ثابتة فيها على الزيرو، واللي بيطلع مع المجموعة الثانية بنعمل له أندنج مع الأي. نأخذ المثال إن شاء الله بصير الأمور أوضح. طيب إذا هذا الشرح اللي شرحناه. اوكي لنأخذ المثال التالي. هنا في عندي مثل ما احنا شايفين عندي الارقام من صفر ولغايه 13، اللون الاحمر، هذولا بحطهم في الماب الاولى، والبقية من 21 وطالع بنحطهم في الماب الثاني. باجي لهون هذا الصفر، اوكي خلينا نقيمهم 0 1 3 2 4 5 6 8 9 11 10 و 12 13 15 and 14. نيجي لهون بس بنزيد 16، يعني ها بصير 16 17 18 19، بعدين 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31. هيك بنكون رقمنا المنتيرز. الآن نيجي نجمع بنحطهم، هاي الصفر موجود هون، الاثنين، الأربعة، الستة، والتسعة، والثلاثة. إذن هذولا حطيناهم هون، البقية الواحد وعشرين، ثلاثة وعشرين، الخمسة وعشرين، التسعة وعشرين، والواحد وثلاثين.
الآن لما نيجي نبسط مثل ما تعلمناه بنبسط لتجميع أكبر عدد ممكن من الوانز والزيروز من الوانز عفوا. نيجي مثلا عندي الأربعة هذول ممكن أجمعهم مع بعضهم، شو بعطوني هذول؟ B prime E prime مظبوط ما يفل بس صحيح. نعمل قوس ونحطها دوت A A prime B prime E prime هذا كله راح ينعمل دوت A prime مظبوط. أور هذول مع بعضهم شو بعطوني؟ بعطونا E B D prime E. طيب أوكي إذا هذول بدنا نعمل adding مع الA prime. الآن الجزء الثاني بدنا نعمل له adding مع الA شو راح يكون معي؟ راح أعطيني بالنص اللي هي مع بعضهم CE شو بنطوني CE. إذا لاحظ معي إنه هذولا يظل كمان ثنتين هذولا وهذولا جايات في نفس المكان أوكي؟ فهذولا في الواقع بنطبقوا فوق بعض وبصيروا زي أربعة وبالتالي راح نشوف إنهم راح نختصر منهم لترال بس خلينا نحطهم زي ما هم اللي هو B D prime E. لأن لما نيجي نفك القوس يا أخوان هذا الA prime A prime مع B prime مع E prime وفي عندي راح يجيني A prime مع B مع D prime E وراح يجيني من هنا الA مع B A مع B مع D prime مع E. الآن لاحظوا معي إنه هذا الحد مشترك هذا الحد مشترك شو بضل عندي هون A prime or A B واحد إذن هذولا هذولا في الواقع راح يختصروا ويصيروا B D prime E والA راح تروح وبظل عندي الحد الأخير اللي هو A C E. إذن هيك صار التبسيط ثلاث حدود ال A prime B prime E prime وال B D prime E وال A C E وهيك بنكون بسطنا ال five variables. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. في أحد عنده أي تساؤل من الموجودين؟ كم واحد من الشعبة الثانية شعبة الستة موجود؟ في ناس ولا بيحضروش؟ لا أنا دكتور موجودة. إن شاء الله كويس. طيب إذن هكذا نبسط باستخدام five variables. طب لو قلنا بدنا نعمل ستة variables طبعا مش مشروحة بالكتاب شو بنساوي عشان نعمل 6 variables؟ بتتكون 2 قوة 6 اللي هي 64 راح تكون الكيماب عبارة عن 2 كيماب جدولين 5 ب 5 3 لو كان في عندي function استبالي عندي function من 6 متغيرات نسميهم W X Y Z K L لنفترض بس دكتور صح دكتور نعم هسه لما تكون 6 صح راح نثبت الكيل ماب الاولى اول خيارين دبليو اكس على نعمل كم كي ماب بدنا نعمل اثنين. بدنا نعمل اربعات 4 ب 4 هذول في الواقع 2 قوه 6 شو بيعطوني 64 يعني 4 ضرب 16 اذا بلزمني 4 مابس بلزمني 4 مابس 1 2 3 4 باجي على الاربع متغيرات اللي هون وبحطهم عليهم كلياتهم yz kl yz kl yz kl yz kl. الان ظل عندي ال wx له سلا اربع احتمالات. الماب الأولى هذه بكون الـ WX قيمته 0-0 يعني هذولا بدو ينعمل لهم ending مع W prime X prime. إذن التبسيط اللي بطلع من هاي الماب
التبسيط اللي بيطلع من هاي الماب بنعمل له اد مع ايش؟ مع دبليو برايم اكس برايم. الماب الثانية لأنه إحنا قلنا طبعاً راح تبلش من 0000 لغاية 001111 هاي أول مجموعة من M0 ل M15 هاي WX WX Y Z K L. المجموعة اللي بعديها راح تبلش من 01 وتثبت على 01 0000 ولغاية 011111 فهذه راح تكون من M16 ل M31 ثم راح يكون في عندي X 100000 ولغاية 101111 اللي هو من عند M32 ولغاية M47 ثم راح يكون في عندي من 110000 ولغاية 111111 اللي هم من M48 ولغاية M63 فالمن تيرمز من 0 ولل 15 بنحطه هون، من 16 ولغاية 31 بنحطه هون، من 32 ولغاية 47 بنحطه هون، ومن 48 ولغاية 63 بنحطه هون. اللي بيطلع معاي تبسيط من هون بنعمل له أندينج مع W برايم X، اللي بيطلع معاي تبسيط من هون بنعمل له أندينج مع W X برايم، واللي بيطلع من هون مع W X. وضحت الفكرة؟ وضحت دكتور. بعد ست متغيرات خلاص بصير بدك سوفت وير بروجرام يعمل لك الشغل، لانه برضه بصير عمليه مجهده ومضنيه. الكتاب في الواقع ما شرح السته، وصل لعند الخمسه ووقف، بس انا بحب اعطي اساسي كمان لا 6 فاريبلز وممكن اجيب عليها اسئله. وضحت الفكره؟ وضحت دكتور. وضحت دكتور. كم بقي من الوقت دكتور؟ خلصت ثلاث دقائق. طيب ننهي الحصة وانتبهوا للكويز. كويز الساعة 7:30 مدته 12 دقيقة، مسألتين كل مسألة علامتين. تمام دكتور.